السلام عليكم. نشرة الأخبار نبدأها بالعناوين. وزير الخارجية المقداد يتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير التونسي في سوريا. مناورة لحزب الله جنوبي لبنان انتهت باقتحام مستوطنة ومحاكاة لأسر جنود إسرائيليين. وبوتين يهنئ جنوده. زيلينسكي يعترف بهزيمة القوات الأوكرانية في بخموت. تسلم وزير الخارجية فيصل المقداد أوراق اعتماد السفير التونسي الجديد محمد المهذبي سفيرا مفوضا لدى بلاده في دمشق. والسفير التونسي الجديد عين منذ عام 2021 وزيرا مفوضا خارج الرتبة، وهي أعلى رتبة في السلك الدبلوماسي التونسي. وشغل المهذبي عام 2019 منصب مدير العلاقات مع أوروبا الشمالية والوسطى وروسيا والقوقاز في الإدارة العامة لأوروبا في الخارجية التونسية. إلى ذلك التقى رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس سفير الجزائر بدمشق الحسن التهامي بمناسبة انتهاء مهامه سفيرا لبلاده لدى سوريا. وخلال اللقاء جرى التأكيد على متانة العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين، وأهمية الدور الجزائري الكبير على صعيد تعزيز مواقف التعاون العربي المشترك ووحدة الصف العربي وإعلاء كلمته. كذلك تم التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات في الاقتصاد وحوامل الطاقة وزيادة التبادل التجاري وفتح آفاق جديدة للعلاقات وبذل المزيد من الجهود والتنسيق بما يعود بالمنفعة المشتركة للجانبين. أصيب جندي في قوات الاحتلال بعملية دهس في بلدة حوارة جنوبية نابلس، فيما انسحب منفذ العملية من المكان لتنتشر قوات الاحتلال لتنشر عدة حواجز في محيط المنطقة وتغلق كل الطرقات المؤدية إلى البلدة. والله ملا يا شباب، أنا ملا باص طميم فسخ عملية. عملية هان عندها سسة عندها صابة. اقتحم الوزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير على رأس مجموعة من المستوطنين المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال. وذكرت وكالة وفاء أن بن غفير اقتحم الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة ونفذ جولة استفزازية برفقة عدد من المستوطنين. وفي 18 من الشهر الجاري اقتحم أكثر من 1000 مستوطن بينهم إسحاق فاسرلاف الوزير في حكومة الاحتلال وأعضاء من الكنيسة المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية. أكد رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله سيد هاشم صفي الدين أن الاحتلال الإسرائيلي سيرى فعل الصواريخ الدقيقة في قلب كيانه إذا ارتكب حماقة لتجاوز قواعد اللعبة. هذا ونفذت المقاومة في جنوب لبنان مناورة هجومية محدودة انتهت باقتحام مستوطنة ومحاكاة لأسر جنود إسرائيليين. وهي اليوم أجيال متعاقبة ومتشابكة ومنصهرة في قضية واحدة وهي إلحاق الهزيمة بالصهاينة. (تصفيق)
أعلنت الدفاع الروسية تحييد 10 مجموعات تخريب أوكرانية على مختلف محاور القتال واعتراض 15 من صواريخ أنظمة هيمارس وأوراغان وستورم شادو خلال يوم. حيدت قواتنا 5 مجموعات تخريب معادية على محور كوبيانسك، واثنتين على محور كراسني ليمان، وثلاثة أخرى على محور جنوب دونيتسك وزاباروجي. وبلغت خسائر العدو خلال اليوم الماضي 420 جندياً على عدة محاور. كذلك تم تدمير 5 مستودعات ذخيرة في لوغانس ودونيتسك وزاباروجي وخيرسون، ومنظومة صواريخ مضادة للطائرات S-300 في دونيتسك. كذبت مجموعة فاغنر مزاعم رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي بتأكيد عدم وجود أي أثر لأي عسكري أوكراني في باخموت. من جانبه هنأ الرئيس الروسي قوات فاغنر والجيش بتحرير أرتيوموفسك باخموت في دونيتسك. بعد أطول معركة دامية منذ بدء العملية الخاصة في شباط فبراير 2022، تكمل فرق الهجوم التابعة لمجموعة فاغنر بدعم من مدفعية وحدة الجنوب وطيرانها تحرير مدينة باخموت شرقية أوكرانيا وفق وزارة الدفاع الروسية. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هنأ بدوره وحدات فاغنر الهجومية وجميع جنود وحدات القوات المسلحة الروسية لما قدموه من دعم وبطولات لإتمام عملية التحرير، واعدا بتكريم كل من تميز ولمع اسمه على أرض معارك أرتموفسك، مستخدما بذلك الاسم الذي يعود إلى الحقبة السوفيتية. الساعة 12 ظهرا سيطرت قواتنا على باخموت بالكامل بعد 224 يوما من المعارك. لقد سيطرنا بالكامل على المدينة كلها من منزل إلى منزل. من قلب أرتيوموفسك بريغوغين متكلما بلهجة ساخرة من زيلينسكي وبايدن بعد فوز قواته المحقق التي رفعت العلم الروسي على المبنى الإداري للمدينة، خاتما أنه سيعقب التحرير عمليات تطهير للمدينة قبل تسليمها للجيش الروسي في 25 من أيار. وفي محاولة بائسة لنفي وتضليل ما وصفه بالمزاعم الروسية، زعم المتحدث باسم القيادة الشرقية لجيش أوكرانيا أن قتالا عنيفا لا يزال مستمرا والمعارك الضارية في باخموت لا تتوقف، مناقضا بذلك رئيس بلاده زيلينسكي الذي أقر أثناء مشاركته في قمة السبع الأخيرة بأن الوضع حرج ومؤرق، متحدثا بلهجة ترجح حتمية خسارته للمدينة الاستراتيجية. تأتي عملية التحرير لتكون واحدة من النجاحات الثمينة التي حققتها موسكو في دائرة أطول معركة وأكثرها دموية منذ بدء الصراع، بأهمية لا تكمن فقط من المنظور الجغرافي بل من حتمية تدهور الناحية النفسية للخصم على إثرها. تذكير بالعناوين. وزير الخارجية المقداد يتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير التونسي في سوريا. مناورة لحزب الله جنوبي لبنان انتهت باقتحام مستوطنة ومحاكاة لأسر جنود إسرائيليين. وبوتين يهنئ جنوده. زيلينسكي يعترف بهزيمة القوات الأوكرانية في باخموت. إلى اللقاء.